العمل. ماذا كان يعني جلالته باللباقة والجدية عند تشكيل الحكومة؟ كان يعني فقط تقدير للمجهود الذي بذل من أجل هندسة وبناء هذه التشكيلة التي لم تكن سهلة الإنجاز. هل كان ضروريا حكومة من سبعة أحزاب؟ ربما كانت ضرورية نظرا لوضعنا السياسي ونظرا لطبيعة الخريطة السياسية الموجودة في بلادنا. هل تطلبون من أعضاء الحكومة الإعلان عن ممتلكاتنا؟ هذا من مشاريعنا التي نفكر فيها. امرأتين في الحكومة بعد أربع نساء في الحكومة السابقة، ماذا يعني هذا؟ هل هو تراجع؟ ليس تراجع، هو فقط الأختين الموجودتين في الحكومة كما بعلمك ينوبان أو مرشحان من طرف حزب معين، فكنا نتمنى أن التركيبة الحكومية تسمح لجميع الأحزاب أن تقدم هي الأخرى سيدة، لكن لم تستطع تركيبة الحكومة أن تستوعب كل الترشيحات. برنامج مثل الإعلان عن برنامج قريب إن شاء الله. آخر سؤال معالي الوزير، هل هناك تخوفات من الملفات التي تنتظر الحكومة الجديدة؟ مسؤولية. وعلاش بغيتي يكون تخوفات؟ احنا بكل شجاعة نقوم بعمل سياسي ونقوم بعمل وطني، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى الحلول الممكنة، ونحن نعلق آمال على تفهم الشعب المغربي الذي هو شعب ناضج ويقدر الظروف ويقدر الحالة ويقدر الأوضاع. أنا أعتقد أن الشعب المغربي إذا تبين أن هناك حكومة تشتغل وتعطي الأمور ما تستحق من أهمية وتبحث على كل ما يمكن أن يرضي الشعب المغربي سيطمئن كيفما كانت النتائج ولو متواضعة. من هو عبد الرحمن اليوسفي وما هي المحطات البارزة في مسيرته السياسية التي توجهته اليوم وزيرا أولا؟ هذه بعض الملامح في الورقة التالية. لم يولد السيد اليوسفي بطنجة يوم 8 مارس من العام 24 ليصبح اليوم رئيسا للوزراء بالصدفة، فحياته ومسيرته ملأى بالأحداث والتحولات، قضاها بين المقاومة والنضال وبين السجن والمنفى والمنفى الاختياري، فهو ذاك الشخص الذي فضل مرة الانسحاب من الحياة السياسية لكي يسمع صوته دون إحراج الآخرين. أليس اليوسفي الرجل ذا الإحساس المرهف الذي يدافع عن مواقفه دون أن يحرج أحدا كما قال عنه جلالة الملك؟ وقبل أن يحمل السيد اليوسفي حقيبة الوزارة الأولى حمل شواهد كثيرة في الحقوق والقانون العام والعلوم السياسية وحقوق الإنسان، وإلى جانب المهدي بن بركة، محمد البصري، المحجوب بن صديق، عبد الرحيم بوعبيد وعبد الله إبراهيم، أسس الاتحاد الوطني للقوة الشعبية بعد انشقاق عن حزب الاستقلال ليحمل سنة 75 اسم الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية. خلال السنوات 15 من المنفى انخرط بالعديد من المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، منها اتحاد المحامين العرب، وشغل به منصب الكاتب العام من سنة 69 إلى 90. بعد وفاة عبد الرحيم بوعبيد في 8 يناير 92 خلفه السيد اليوسفي على رأس الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية ليستقيل سنة بعد ذلك احتجاجا على انتخابات شتنبر 93 ويرحل إلى ظل كان الفرنسية. سنة 95 عاد إلى رئاسة الحزب لأن الأمل في الإصلاح لم يفارق، واليوم دليل على بداية جديدة.